هذا الفيديو هو اللي فوق ال 18 عام، نظرا للمشاهد العنيفة والعنيفة برضه، احنا قناة محترم او في مشاهد فضيحة عادي يعني. يلا بينا نبدأ. قصة الفيلم عن اتنين بيصحوا بمكان غريب عنهم، ما يعرفوش هم جم حتى فيه ازاي، حمام قذر، وكلمة قذر اقل شيء يقال عن الحمام ده، وكل واحد فيهم مربوط في احدى الزوايا من الحمام بسلاسل ما يقدروش حتى يمشوا متر لقدام، وفي نص الغرفة في واحد منتحر ماسك في ديل يمين مشغل شرايط، وفي ديل تانية مسدس فارغ من رصاص، لكن في رصاص في البكان. بيبدأ ظهور الغاز المفروض يحلوها، لكن الشخص المجنون اللي حبسهم في الحمام من شروط لعبته ان واحد فيهم يقتل التاني. ودي قصة سوب كل اختصار بدون حرق، ولو ما شفتش الفيلم ده روح شوفه حالا، اقفل الفيديو وروح شوفه. قبل ما ننتقل للمميزات ونعرف ليه سو هو افضل فيلم رعب في التاريخ، لازم نعدي كده على السلبيات، لان لو ما عملناش كده هنضطر ندي الفيلم 10 من 10 في التقييم النهائي. هو مش امريكان بيوتي عشان ياخد 10 من 10. على فكرة احنا شرحنا فيلم امريكان بيوتي، هسيب لك اللينك تحت في الوصف وشوية لينكات حلوة للفيديوهات حلوة. السلبية رقم واحد التمثيل، التمثيل كان تعبان ملة في الفيلم. طبعا ده يرجع لسبب ان مفيش فلوس نعيد مشاهد، ده عذر، مفيش فلوس نعيد مشاهد، عذر مش عيب، غلطت شكرا، بعد كده ما تغلطش تاني يا حبيبي وهناخدها. خلينا نتفق ان مفيش حد كان عارف يمثل في الفيلم خالص ما عدا عمنا لي ونيل، تحسوا ما هو كاتب الفيلم مش عايز يفشل. سلبية رقم اتنين هي مرتبطة بسلبية رقم واحد، مفيش فلوس، فمفيش فلوس مفيش تصوير، مفيش معدات، تصوير الشاشة باهتة منورة، تحس يجيلك عمى الوان، مفيش الوان، لكن ده بشكل او باخر خدم القصة. ومن هنا السلبيات خلصت وهي قليلة جدا، عشان كده التقييم هيبقى عالي شوية. خلينا بقى نشوف ليه سو هو افضل فيلم رعب في التاريخ. رقم واحد المعادلة الصعبة اللي عمرك ما تلاقيها في اي فيلم، التصنيف هنا عندنا رعب، والفيلم فعلا 50% رعب، لكن لو نسبة زادت عن 50% الفيلم بيبوظ خالص، وهو الفيلم ده كان ذكي جدا، فكان 50% منه رعب، 20% منه غموض، و 20% جريمة، و 10% دراما. رقم اتنين الاخراج. ايه يا امير انت قاعد تقول لنا الفيلم اتصور في 18 يوم والممثل اللي بيغلط ما بيعيدش؟ ان تاني مميزة في الفيلم الاخراج، فيلم سوء لو كان مع اي مخرج تاني ما كانش هيعرف يطلعه بالجوده دي بمليون دولار. وجيمس وان ده عامل فيلم من مفيش وفيلم عبقري. رقم ثلاثة ممكن في اي فيلم تاني احطها من العيوب، الدمويه الشديده. الفيلم ده من اكتر الافلام الدموية اللي شفتها في حياتي. رقم اربعة النهاية الغير متوقعة. احلى حاجة في فيلم سوء ان نهايته غير متوقعة.